ان روسيا بدات حرب مع اوكرانيا، ده شيء كان وارد وكان محتمل من زمان واحنا عارفينه، ولكن ده عمليه مؤقته يعني مش هتاخد كتير. صحيح لها تاثير على اسعار البترول العالميه، ودليل ان الاسعار ارتفعت شويه، لكن ده هيتبدل لان الموقف مش هيبقى، مفيش دوله داخله حرب مش معروف نهايتها. نهايه الحرب ديت ان مجرد ان اوكرانيا تعلن انسحابها من ما تخشش الناتو، او امريكا الاتحاد الاوروبي يقولوا اتعهدوا ان مش تخش الناتو، خلاص هتنفضل الموضوع ويبقى منتهي. وانا اعتقد ان ده هيتم يعني في مدى قريب جدا، وبالتالي الاسعار مش هتفضل زي ما هي مرتفعه دلوقتي. ثانيا الاسعار ترتفع، احنا مصر ما لهاش علاقه بالكلام ده، ان احنا هنبقى مستفيدين من ارتفاع سعر الغاز، وهيبقى احنا موجودين ندي لاوروبا غاز من عندنا في الفتره القادمه، واحنا انتاجنا زاد الحمد لله، وعندنا المصنعين اللي سعر هيشتغل كامل طاقتهم، وده شيء وارد، فيبقى اقتصاديا مصر مصلحتها فيه. هنتكلم بقى بالنسبه للمشتقات البتروليه الاخرى، احنا الحمد لله يعني في نهايه السنه دي اول 23 هنصل لمرحله ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي بمشتقات البترول اللي هي السولار والبنزين والكلام ده، فبالتالي مش هتاثر قوي، اي ارتفاع في الاسعار مش هتاثر عليه. ده وجهه نظري في موضوع الاسعار مع الحرب الحاليه دي.